نظمت كل من سلمى العمري وهدى علمي ندوة صحفية بأحد الفنادق بالعاصمة الاقتصادية البيضاء من أجل الحديث عن عرض سفراء القفطان المغربي في دورة الثالثة. بالنسبة لعرض سفر القفطان كما كتشوفوا معنا إن شاء الله هذه الدورة الثالثة ديالو هذه السنة هذه مشاركين معنا مصممات من مختلف المدن المغربية وكذلك يعني من مصر يعني مصممة مغربية بسمة بوسيل. كذلك بالنسبة لهذه السنة إن شاء الله كاين تكريم ديال شخصيات فنية معروفة واللي قدموا بزاف الفن المغربي وكذلك اللي كيمثلوا القفطان المغربي أحسن تمثيل في تظاهرات سواء مغربية أو عربية أو عالمية. العرض سيعرف حضور مصممات مغربية من مختلف مدن المملكة والمصممة المغربية المقيمة بمصر بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني. وإن شاء الله الدورة اللي كيميزها هو أنها حولنا لو تيم بالله درنا لكل الثقافات وكل يعني بزاف عدة مدن من مناطق مغربية الناظور وجدة أكادير طنجة يعني من الشمال هذا وهذا الدورة اللي كان كي زادها واحد الجمالية أكثر هو أن المصممة المبدعة بسمة بوسيل اللي شرفتنا بالحضور ديالها في هذا جيت هنا باش نعرض لا كوليكسيون ديالي الثانية مشروع ديال التخرج ديالي واختارت لي زامباسادور دو كافطون لأن في بلادي وأنا فخورة أنني هنا طبعا. هذه الدورة ستعرف مشاركة وتكريم مجموعة من الفنانين المغاربة كزينة الدودية وعبد العالي أنور ثم رجاء بلمير إضافة إلى خولة بن عمران وفنانون آخرون. تكريم ديال رجاء بلمير اللي حاجة جديدة بالنسبة لي وحاجة أنا كنفتخر فيها هادشي اللي خلاني نتحمس أكثر وأنا محبة للقفطان المغربي وما كاينش شي واحد اللي ما تعجبوش اللباس ديالو التقليدي واللباس التقليدي حاضر معايا حتى في خارج المغرب يعني هما شافوا وعارفين بأنه رجاء ديما تلبس اللباس التقليدي تقريبا في جميع حفلاتها اللي خارج المغرب. أول حاجة أنا فخورة جدا بوجودي في عرض سفراء القفطان الدورة ديالو الثالثة وفخورة جدا أكثر بالتكريم ديالي اللي غيكون إن شاء الله غدا ما بين الفنانات اللي موجودات وبدوري كفنانة أنا كنفتخر بهذا الشيء وكنشكر سلمى وهدى على هذه الاستضافة اللي تحت لي فرصة باش نكون مع الأصدقاء ديالي سواء مصممات أو فنانات. عرض سفراء القفطان المغربي هكذا وصل دورته الثالثة التي يسعى من خلالها تقديم الإضافة والتميز لهذا النوع من العروض والتي استطاعت أن تحظى بالأضواء مؤخرا.